جريمة الرشوة. شكون اللي راه يتحاكم على الرشوة الآن؟ لو ما يكونش تلبس ما تكونش جريمة الرشوة. جريمة الرشوة لازم نراجعوا صياغة جريمة الرشوة بحيث أننا منحوا مجال لوكيل الجمهورية للقاضي أنه يعاقب جريمة الرشوة. الآن جريمة الرشوة لا يتابع بها وكيل الجمهورية أي متهم ما لم يكن تلبس، لازم يحكموه يمد في الرشوة ويصوروا الوثائق. وهذه وكأن جريمة الرشوة أصبحت جريمة سورية، لازم نراجعوا أركان جريمة الرشوة. جريمة التهرب الضريبي، الغدر، تحويل الأموال إلى الخارج، هذه نصوص قانونية صياغتها ضعيفة وضعيفة جدا، وطالما تكلمنا في منابر قانونية على ضرورة إعادة صياغتها. هل أعيدت صياغتها في مشروع القانون؟ لا ندري للأسف الشديد، لأن مشارع القوانين يتم إعدادها من فئة معينة على مستوى الوزارات. مشاريع القوانين يتم إعدادها هنا في العاصمة فقط وعلى مستوى مكاتب المنازعات والشؤون القانونية في الوزارات. لازم نتخلوا على هذا النمط هذا البدائي، لازم نفتح نقاش عند إعداد قانون جديد. يجب أن يفتح النقاش أمام النخب أمام الجمعيات حتى نضمن صياغة نص قانوني جيد. احنا أصبحنا نفاجأ بنصوص قانونية فيها أخطاء كارثية أصبحت تحتم على القضاة الحكم بالبراءة. يجب مراجعة تقنين مواد جرائم الفساد في قانون 0601 بطريقة جذرية ومن طرف المحترفين سواء النخب الأكاديمية أو الممارسين في المحاماة.